الآن إلى ترند وأبرز ما شغل رواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل عديد منهم مع خبر غياب كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ عام 2004 عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية. وبعد رحيله عن الملاعب الأوروبية والتحاقه بنادي النصر السعودي الذي حقق معه كأس الملك سلمان للأندية. لكن على الرغم من غياب رونالدو عن ترشيحات البالون دور هذا الموسم، فإن دوري روشن السعودي دخل التاريخ هذا العام بعد ترشيح اثنين من نجومه لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهما المهاجم كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي والحارس حارس مرمى نادي الهلال ياسين بونو. قائمة المرشحين 30 لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 ضمت أسماء وازنة مثل ليونيل ميسي وكريم بنزيما ومحمد صلاح وإيرلينغ هالاند، لكن أسماء أخرى إضافة إلى رونالدو غابت هذا العام بعد أن كانت حاضرة العام الماضي مثل رياض محرز وفابينو تافاريس وساديو ماني الذين رحلوا جميعا هذا العام عن الدوريات الأوروبية للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين. تعليقا على غياب رونالدو عن قائمة البالوندور هذا العام قال صالح: أنت أعلى من الكرة الذهبية فقد تجاوزتها منذ زمن وأعطيتها قيمة ورحلت. حازم من جهته قال: 18 سنة وهو يترشح لها استمرارية ما حد سواها غيره، الأسطورة كعبه كان عاليا على كل أوروبا، حقق كل شيء وطلع من أوروبا. أما ناشط آخر فنشر: لم تكن له إنجازات فمن الطبيعي أن لا يكون من ضمنهم، على العكس من بنزيما فقد حقق إنجازا مع ريال مدريد فاستحق أن يكون من ضمن المرشحين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من طنجة المغربية الخالد ياسين الإعلامي والمحلل الرياضي. أرحب بك معنا سيد خالد، أهلا وسهلا. الخبر أصبح في غياب كريستيانو، يعني كريستيانو حاضرا أو غائبا يصنع الخبر. كيف تعلق بداية على غياب كريستيانو عن بالون دور هذا العام رغم تألقه في دوري روشن وقيادته لنادي النصر ويعني كل الألقاب التي أحرزها وآخرها أفضل لاعب في غرب آسيا هذا الشهر؟ طبعا هذا غياب طبيعي جدا، واللاعب هو بنفسه يعرف ذلك لأنه خرج من القارة الأوروبية وخرج من الأضواء التي تكون مركزة على اللاعبين الذين ينشطون في القارة الأوروبية، وبالتالي حتى جائزة هذا الموسم هي جائزة ربما مختلفة عن السنوات الماضية لأنها أخذت بعين الاعتبار النصف الثاني من سنة 2022 واستمرت حتى شهر سبتمبر الذي نتحدث فيه، أي أن الجائزة ستمنح في شهر أكتوبر، أي أننا نتحدث عن أكثر من سنة أكثر من موسم. نذكر بأن كريم بنزيما والذي كان قد أحرز الجائزة الماضية حتى قبل أن تنطلق مباريات كأس العالم من حالة استثناء، وكأس العالم اللي كان توقيته مختلفا عن توقيت الدورات الماضية. لذلك شاهدنا بالطبع بأن حينما غادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد مباشرة بعد كأس العالم التي كان فيها احتياطيا أكثر مما كان لاعبا أساسيا، لم يكن لديه الأداء الذي يمكن أن يجعله ينافس اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا. لذلك هذا أمر طبيعي جدا. كان الاستغراب ربما سيكون لو كان اسم كريستيانو رونالدو ضمن اللائحة، لأن هذا الاختيار أو هذه اللائحة ردت بشكل مباشر وصريح على ما كان يقال على أن هناك مجاملات في الكرة الذهبية. أعتقد اليوم استبعاد كريستيانو رونالدو عن هذه اللائحة هو أفضل رد على من يشككون وأفضل طريقة يمكن لفرانس فوتبول أن تعطي المصداقية لجائزتها. ورغم ذلك يبقى كريستيانو رونالدو أكثر من ترشح للبالون دور، 18 مرة أكثر حتى من ميسي. يعني بالنظر إلى الفترة التي تحدثت فيها عن التقييم، فإن ميسي يبقى موجودا باعتبار أنه أحرز كأس العالم بينما خرج كريستيانو رونالدو منه في نفس الفترة. هل لهذا يعني أيضا إذا ما أضفنا لاعب كلا اللاعبين في دوري مختلف، ميسي في الدوري الأمريكي كريستيانو في الدوري السعودي، هل يعني أفضلية للدوري الأمريكي على الدوري السعودي مثلا برأيك؟ لا أبدا بالعكس، ما نشاهده هو العكس، هو أن المستوى الفني والتنافسي في الدوري السعودي أفضل بكثير من المستوى الذي نشاهده في الولايات المتحدة الأمريكية. سأعطيك ربما دليل، هذا الدليل هو أنه إنتر ميامي الذي انضم إليه
فريق انضم اليه ليونيل ميسي كان في المركز الاخير في الدوري. حينما جاء ميسي شاهدنا الصعود الذي تحقق. هذا يعني بان يكفي ان يكون لاعب او لا، هناك ثلاثه لاعبين تحدث عن ميسي، عن بوسكيتس وعن جوردي البا. ارتفع المستوى واستطاع الفريق ان يستعيد التوازن وان يحرق المراحل. في حين ان في الدوري السعودي دائما تلقى تجد دائما الاربعه الكبار، الهلال، الاتحاد، النصر، ايضا الاهلي، هناك ايضا الشباب، هناك الاتفاق. فقط يكفي ان نعود الى المباراه التي كانت في الاسبوع الرابع بين الاتحاد والهلال والتدارك المثير 4-3 في مباراه حافله بالفرص. هذا المستوى انا اشك اننا نشاهده في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن هناك أيضا رؤية في الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون أن يجعلوا الدوري الأمريكي للمحترفين ثالث دوري في العالم بعد الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، ولكن هناك مراحل طويلة أمام الكرة الأمريكية. أولا لأن الشغف الجماهيري مفقود، نحاول أن نعلم الناس ونجعلهم يكتشفون جمالية كرة القدم عكس ما كانوا يشاهدون على مستوى كرة السلة أو كرة القدم الأمريكية أو البيسبول. في حين أن ثقافة الكرة في الخليج وفي المملكة العربية السعودية حاضرة منذ عدة سنوات، ويكفي أن نقول هناك جمهور سعودي متابع حقيقة لكرة القدم. هذا صحيح، متذوق وشغوف. سأعود معك.